استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قاعدة الصخير الجوية هذا اليوم سعادة السيدة سوشاما سوراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة بمناسبة زيارتها للمملكة، حيث نقلت إلى جلالتي تحياتي وتقدير فخامة الرئيس برناب مخرجي رئيس جمهورية الهند ومعالي السيد نارندينا مودي رئيس الوزراء وتمنياتهم الطيبة لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقد رحب جلالة الملك المفدى بوزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند وكلفها حفظه الله بنقل تحياته إلى فخامة رئيس جمهورية الهند وإلى رئيس وزرائها وخالص تمنياته للشعب الهندي الصديق بالمزيد من الرقي والتطور والنماء. وأشاد جلالته بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وهي علاقات تاريخية قديمة قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، مؤكدا العاهل المفدى تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع جمهورية الهند في مختلف المجالات لما لهذه الدولة الصديقة من مكانة ودور هام على الساحة الدولية وما وصلت إليه من تطور وتقدم على كافة المستويات. مشيرا جلالة الملك المفدى إلى زيارته التاريخية الناجحة لجمهورية الهند مؤخرا والتي ساهمت في تطوير وترسيخ العلاقات البحرينية الهندية وفي فتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما نوه جلالته بمواقف جمهورية الهند تجاه القضايا العربية وجهودها مع المجتمع الدولي في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام العالمي. وأثنى العاهل المفدى كذلك على دور الجالية الهندية في مملكة البحرين وإسهاماتها المهمة ومنذ سنوات طويلة في مسيرة التقدم والتنمية والبناء التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات، مؤكدا أنها موضع الترحيب والتقدير من الجميع دائما. مشيرا جلالته رعاه الله إلى أن مملكة البحرين تعد نموذجا يحتذى في التسامح والتعايش والمحبة بين مختلف الأديان والمذاهب. وبحث جلالة الملك المفدى مع وزيرة خارجية الهند آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، فيما أعربت سعادة السيدة سوشما سوراج عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على دور جلالته الرائد في تطوير علاقات البلدين الصديقين وعلى ما تلقاه الجالية الهندية في مملكة البحرين من ترحيب ورعاية واهتمام، مؤكدة تطلع بلادها إلى مواصلة العمل لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.